عايزينك عايزينك بسرعة. ايه يا بنتي، ما بالراحة عليا شوية. مدرسة جنة للبنات حصلت فيها حالة غش. مدرسة جنة للبنات تاني؟ يعني امبارح سرقة والنهاردة غش؟ لا التعليم باظ خالص. يلا بينا. اهدي اهدي يا بنتي، المفتش كوكي جت، وما تقلقيش خالص، هتجيبلك اللي غشت من قفاها. احكي لي اللي حصل بالظبط. انا رجعت من الحمام لقيت ورقه الاسئله مفتوحه وحد غش مني. انا شكيت في ثلاث بنات، نور الكول اللي كانت قاعده وراها، واموله العيوطه اللي كانت قاعده جنبها، ومديحه الدحيحه اللي كانت قاعده قدامها. يلا بينا نحقق معاهم. هاي، جايين على ايه النهارده؟ حاله غش وانا اللي هغش؟ طب ليه؟ انا اصلا مش حله ولا سؤال، ومش عايزه احل، مش فارقه انجح ما انجحش، عادي. انا اصلا باجي هنا عشان اتبسط وبس، ففككوا مني بقى. انا ما غشيتش. يا مامي الحقيني، عايزين يخلوني اعيد السنه. انا ما غشيتش. شكلك ما تعرفيش انا مين. انا مديحه الدحيحه. انا هغش منها هي؟ طب ازاي؟ بصي على ولادتي هتلاقيني مجاوبه على كل الاسئله، وهي مش مجاوبه غير على سؤال واحد بس. يبقى انا هغش منها هي؟ طب ازاي؟ جاوبيني. انا عرفت مين اللي غش، لو انتوا كمان عرفتوا اكتبوا لي الاجابه في الكومنتات، واستنوني بكره في قضيه جديده. كانت معكم المفتش كوكي.